وكانت قوات الاحتلال قد ارتكبت مجزرة مروعة في اليوم التاسع بعد 300 من العدوان المتواصل على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 100 وإصابة العشرات، حيث قامت قوات الاحتلال بقصف المصلين بمدرسة التابعين بشرق غزة، واستهدفت طابقي المدرسة والذي كان أحدهما مصلى للنازحين. وزعمت قوات الاحتلال وجود عناصر من حركتي حماس والجهاد داخل المدرسة، وهو ما نافته الحركتان بالشدة. وكأن الاتفاق أن يستمروا بارتكاب المجازر بشكل يومي حتى يعتادها العالم، وكأن دماء الأبرياء والأطفال وأشلاءهم صارت من التفاصيل اليومية العادية التي يشاهدها الناس أثناء ممارسة عاداتهم اليومية، وربما تتشابه المجازر في وحشيتها، إلا أن قوة الاحتلال أبت تلك المرة إلا أن تزيد من إجرامها وهمجيتها، فلم تكتفي باستهداف الأطفال والنساء والمدارس التي تؤوي النازحين، ولم تحرق الخيام بساكنيها المشردين، بل تعمدت استهداف المصلين ساعة أذان الفجر ليسقط أكثر من 100 شهيد وعشرات المصابين في مدرسة استشهد أغلبها جراء تلك المجزرة التي تفعل عملية القتل التراكمي المتعمد لإبادة شعب كامل بقلب ميت ودم بارد، ودون أن يطرف جفن للعالم الغربي الذي يمد حكومة الاحتلال بأسلحة تفتك بالعزل. مدرسة التابعين التي شهدت تفاصيل المجزرة البشعة والتي تؤوي النازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة استهدفت بثلاثة صواريخ بشكل مباشر، وخلال أداء المواطنين صلاة الفجر فيما لم تستطع فرق الإنقاذ والدفاع المدني انتشال جثمين جميع الشهداء أو أشلائهم بمعنى أدق جراء القصف المستمر والذي أسفر عن استشهاد عدد أقله 100 وإصابات خطرة لم يتم التعرف على أصحابها نظرا لأجسادهم الممزقة والمتناثرة هنا وهناك. ولعل كل ما تفعله حكومة الاحتلال لن يفضي إلى مآربها الدنيئة من إبادة شعب بشكل كامل وإفراغ أرض من أهلها لاستكمال المخطط المعروف للاستيلاء على وطن بل منطقة بأكملها، وإن كل التصريحات الجوفاء التي يتشدق بها الغرب لتتناقض تماما مع الدعم غير المشروط لعملية القتل الممنهجة للشعب الفلسطيني الصامد على أرضه رغم كل شيء، والذي حتما سينال حقوقه لأنه صاحب الأرض.